والآن مع كلمة لفضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبيد الجابري؟ نعم. أسئلة من هولندا يا شيخ. تفضل بارك الله فيك. عندنا بعض المقالات والقواعد نريد من فضيلتكم التعليق عليها وبيان هل هي موافقة لمنهج السلف ولما عليه أهل السنة والجماعة. لعلها قواعد عدنان عرعور. نعم. فقد هذه أجاب الشيخ علي محمد بن عثيمين. الشيخ محمد بن عثيمين أجاب عليها وغلطه فيها لأنه نقدها كلها. جزاكم الله خيرا. والشيخ بن عثيمين عالم جليل ومحقق فاضل. أحسن الله إليكم. وإليكم بارك الله فيكم. لو تفضل. عدنان عرعور هذا لعاب كذاب دجال قطبي محترق، وقد أصدرت شريطا العام الماضي في شهر شوال لقى مع بعض الإخوة الفرنسيين والجزائريين تضمن 4 أخطاء من أخطاء عدنان. نعم يا أخي. أحسن الله إليكم. وإليكم بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.